معانا دكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ والله يا فندم انا يعني احنا كعلماء احنا محتارين. احنا المفروض ان احنا في عصر علم متقدم، انما اللي هو بيحصل دلوقتي بننساك وراء شائعات مغرضة ومنجمين. وهو الراجل ده اصلا طلع ولا عالم ولا دياوي، الراجل الهولندي ده لا عالم، هو قال واعترف بلسانه ان ابوه هو اللي معلمه التنجيم في النجوم. لما بتترص النجوم في شكل معين يقول لك تحصل مصايب، اما تترص في حاجة تانية ان هو بيقول لك هتبقى الدنيا هتعيش في سلام. ده منجم ما هوش عالم. ما هوش عالم، فهو طبعا عامل صفحة على الويب سايت بقصد ان هو ياخد ترندات على طول اللي الصحفيين متابعينه. يعني لا نصدق هوجر بيتس ده، لا يمكن. نعمل عليه توقع. طب ما كان توقع الزلزال المدمر ما بين 6 ل 8 مايو. هو مش توقع الزلزال المدمر من 6 ل 8 مايو؟ ايوه. طيب فين الزلزال المدمر وعدى شهر مايو؟ واحنا في شهر يوليو، في نهاية شهر يوليو. الامور طبيعيه جدا عندنا، ولم نرصد في محيط البحر المتوسط من الشبكات الشبكه القوميه للزلازل منتشر على في شمال مصر وفي كل ربوع مصر ومرتبطين بشبكات دوليه كمان، ما سجلناش حاجه غير طبيعيه في البحر المتوسط. طيب يعني حضرتك بتقول لنا ما نهتمش بكلام الراجل ده ونخلينا في شغلنا. اشكر حضرتك دكتور طه توفيق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. طيب